أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط دعم مصر للعراق ووقوفها بجانبها على الدوام، مشيرا إلى استعداد القاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم إلى حكومة بغداد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري عقب أول اجتماع للجنة المشتركة للبلدين، والتي شهدت توقيع العديد من مذكرات تفاهم والاتفاقيات بين الجانبين. تسع مذكرات تفاهم تم توقيعها في ختام أعمال اللجنة المصرية العراقية الثنائية المشتركة والتي استضافتها القاهرة للمرة الأولى. مجالات التعاون تمتد للصعيد القنصلي والزراعي ومجالات الطاقة والكهرباء، الأمن الداخلي والحوار الاستراتيجي. مصر تدعم العراق وشعب مصر يدعم شعب العراق، وسوف نقف بجوار شعب العراق، وسوف نتعاون ونعمل من أجل السلام والتطور والرخاء في العراق. من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري على أهمية المساندة المصرية للجانب العراقي في الوقت الحالي، مؤكدا على أن العلاقات المصرية العراقية بمثابة حجر الزاوية. العراق ينظر إلى علاقاته مع مصر باعتبارها الحجر الزاوية، باعتبار حجر الزاوية في علاقاته العربية ومع الإقليم. لذلك وجود مصر مع العراق خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة من التحديات نعتقد بأنها مهمة قومية ووطنية أيضا. وقد أعلن السيد أحمد أبو الغيط أن السفير المصري لدى العراق سيباشر مهامه قبل يوم الجمعة القادم. لا نستطيع أن نبقى دون حراك، والعراق يحتاج لإخوته في مصر و القدرة المصرية والطاقة المصرية. من هنا كان هذا القرار بالمضي في إفادة السفارة مرة أخرى وبقوة وللسفير. الجانبان المصري والعراقي تحدثا كذلك عن الأوضاع الداخلية والخارجية للعراق، حيث أكد زيباري أن العراق لم توجه أي اتهامات لأي طرف بشأن التفجيرات الأخيرة. نحن حقيقة لم نتهم أي دولة وأي طرف، يعني حتى سوريا يتواجد فيها عراقيين مطلوبين للقضاء، نحن لم نتهم سوريا ولا الحكومة السورية بضلوع فيها. وقد أكد الجانبان على أهمية دور مصر في دعم المصالحة العراقية العراقية، فيما أشار زيباري أن رئيس الوزراء نوري المالكي من المتوقع أن يزور مصر خلال الفترة القادمة. ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بشأن التعاون المصري العراقي يبشر بوجود تغير إيجابي مرتقب على الصعيد الأمن الداخلي العراقي وأيضا علاقاته الخارجية، بدءا من عودة السفير المصري للأراضي العراقية في غضون الأيام القليلة القادمة، مرورا بتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها. من داخل قصر التحرير، كريم الحلفاوي للنيل، قناة مصر الإخبارية.